السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن تدهور القطاع الصحي والتحضيرات الدوليه من تفاقم الازمه الانسانيه وانتشار الامراض والاوبئه. وثقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 165 حالة اعتداء على مؤسسات وفرق طبية في اليمن منذ بداية العام 2015. وقالت المتحدثة باسم اللجنة في الشرق الأوسط سارة الزوقري إن الحرب أثرت بشكل كبير على إمكانية توفير رعاية صحية لليمنيين في مختلف المناطق، فيما قالت منظمة الصحة العالمية أن 20 مليون يمني يحتاجون إلى رعاية صحية ويعانون بسبب انعدام الأمن الغذائي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: تبعات انهيار المنظومة الصحية وانعكاس ذلك على المواطنين، وماذا يمكن أن تقدمه الجهات المحلية والمنظمات الدولية لمعالجة التدهور الصحي الحاصل في البلاد. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. واقع كارثي وأزمات لا حصر لها وانهيار شبه تام للمنظومة الصحية، هكذا تسببت الحرب الدائرة في معظم محافظات الجمهورية بتدمير القطاعات الخدمية المختلفة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر وثقت أكثر من 165 حالة اعتداء على مؤسسات وفرق طبية في اليمن منذ بداية العام 2015. المنظمة قالت إن الحرب أثرت بشكل كبير على إمكانية توفير رعاية صحية لليمنيين في مختلف المناطق، مضيفة أن 51% فقط من المرافق الصحية باليمن ما زالت تعمل. وكالة أسوشيتد بريس وفي تقرير جديد وثقت 130 هجوماً استهدف منشآت طبية في اليمن منذ العام 2014، فيما ذكر مشروع قاعدة البيانات أن الهجمات مثلت جرائم حرب واضحة ارتكبتها جميع أطراف النزاع. الأمراض في اليمن أوصلت نسبة كبيرة من السكان إلى شفا الموت، هكذا كان مضمون تقرير منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن 20 مليون يمني يحتاجون إلى رعاية صحية ويعانون من الأمراض والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي. المنظمة الدولية للهجرة من جهتها حذرت من توقف نشاط ما تبقى من المرافق الصحية العاملة في اليمن، وأوضحت أن النقص الحالي للموارد المالية والأطباء والأدوية والمستلزمات تسبب في مزيد من التدهور. أزمات كثيرة لا ملامح لانتهائها وتفاقم يومي للتدهور الذي أصاب كل القطاعات في بلد أصبحت فيه المعاناة تنبعث في كل منطقة وبشكل أشد مأساة وقتامة. إذن نرحب بضيفي من تعز عبد الله القياضي، نائب مدير مكتب الصحة في تعز. سيد عبد الله مساء الخير. أهلا، مساء النور. أهلا بك سيد عبد الله. يعني تدهور كبير وتحذيرات دولية من تفاقم الانهيار في القطاع الصحي، يعني ما هي حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الصحي في تعز حتى الآن؟ طبعا أهلا وسهلا بك وبك السادة المشاهدين والمستمعين. أهلا بك. يعني حالة المرافق الصحية وحالة الوضع الصحي، يعني نحن نتحدث منذ عام 2015 إلى الآن كانت هناك حالة، يعني وصل عدد أو نسبة المرافق الصحية اللي كانت متوقفة عن العمل إلى 80%. نزوح الكادر وتسببهم، النفقات التشغيلية المخصصة 50% فقط لا زالت يعني ما يتم توفيرها من قبل الدولة. أيضا ضعف التجهيزات والأثاث، 63 مرفق صحي تعرض للاعتداء، 5 يعني من القطاع الصحي تعرضوا للقاتل، العديد من الموظفين تعرضوا لعمليه اعتداءات. نعم. ايضا يعني الخدمات التشخيصيه والعلاجيه يعني ضعيفه جدا، لا تمثل حتى نسبه 30%. ضعف الاداء الاداري، ضعف الاداء الفني كون ان الكادر نزح، الكادر الطبي التخصصي غادر المحافظه ولم يعد الى الان. معظم الكوادر الصحيه العامله حاليا تعمل بالتعاقد،
الكوادر الرسمية لا زالت أو معظمها نازحة أو متسببة. نعم. هذا كله أدى إلى أن يتدهور الوضع الصحي يعني بنسبة كبيرة داخل محافظة بعيد. نعم، لكن سيد عبد الله، يعني في فترة من الفترات نجد أن هناك وباء يعني انتشر بشكل كبير، ويعني يحدث استنفار كبير لمواجهته في سواء في تعز أو في أي محافظة. تعز على وجه التحديد يعني حمى الضنك والكوليرا يعني تنتشر في بعض الأحيان ويتم السيطرة على الوضع. يعني ما هي الأسباب في يعني هذا التقدم والتراجع في القطاع الصحي ما بين فترة وأخرى؟ دعني أولا أحدثك عن يعني بشكل سريع عن الإجراءات التي اتخذها مكتب الصحة والسكان منذ عام 2017. عملنا على إعادة تفعيل المرافق الصحية بنسبة 85% في المناطق المحررة، صيانة وترميم 48 مرفق صحي، تقديم حزب خدمات صحية متكاملة من تجهيز وأثاث نفقات تشغيلية حافة للكادر لعدد 178 مرفق صحي بنسبة 69% من المرافق في المناطق المحررة، توفير مخزن للتحصين، ورفة تبريد تكفي الاشتعال التخزيني لإقليم الجند وليس لمحافظة تعز فقط، إعادة تشغيل 7 مراكز طوارئ تبريدية شامل زائد 12 مراكز طوارئ أساسي، تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في 12 عربة متنقلة، فتح 9 مراكز دي تي سي اللي مراكز لمعالجة حالات الاستهالات المرقدة وعدد 45 زاوية إرواء. كل هذا الأشياء رغم أن يعني لم يكن عند مستوى يعني رضا قيادة مكتب الصحة والسكان، إلا أنها لا تزال يعني تشكل لنا هاجس ويعني ومشكلة صحية ينبغي على الجميع أن يتحمل المسؤولية. في مسألتين عن موضوع الأوبئة الحاصل الآن، فتعرف أنت أنه يعني مدينة تعز مدينة مستوطن فيها حمى الضنك منذ عام 2006، ولا زالت يعني لا زالت دائما في كل عام يحصل هناك عدد من الحالات والوفيات. على سبيل المثال في آخر عام اللي هو 2018 كان عدد يعني عدد الوفيات 17 حالة وفاة، عدد حالات الإصابة 3670، حاليا عدد حالات الإصابة 6763، نعم عدد الوفيات 9، نسبة أو معدل الانتشار أو معدل الإصابة بحسب الفئات العمرية 57% من الحالات فوق 15 سنة، 28% من الحالات من 6 إلى 15 سنة، 15% أقل من 6 سنوات. طبعا مكتب الصحة قام بدعم من منظمة الصحة العالمية في أواخر شهر أبريل من هذا العام بعمل حملة رش ضبابي، نعم، ومع حملة تقصي وإزالة للبؤر مع حملة توعية وتثقيف وكانت آخرة في 8/9/2019. نعم. كان عدد الحالات 1953، لم ترصد أي حالة وفيات. نعم. انتهى أو توقف الحملات بثلاث فيما يخص الحملات المدعومة. أتى العصار الذي كان تتعرض له أجزاء من ساحل. نعم. طيب إذن سيد عبد الله، هناك تفاصيل كثيرة سنعود لنناقشها سويا، ولكن دعنا نرحب بضيفنا حاليا من صنعاء، ستنضم إلينا ناتالي بكداش المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. سيدة ناتالي مرحبا بك ومساء الخير. مساء الخير. أهلا بك سيدة. يعني نتساءل هنا، أنتم كاللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، يعني كيف تجدون أو تنظرون لوضع القطاع الصحي في اليمن بشكل عام؟ نعم، وضع القطاع الصحي في اليمن صعب جدا، لأنه اليوم فقط 51% من المرافق الطبية تعمل، يعني النزاع قد أدى بضرر كبير على القطاع الصحي، وطبعا هذا يؤدي إلى عرقلة تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان.
بالمقابل أيضا فقط 30% من الأدوية واللوازم الطبية الذي يحتاج إليها السكان اليمنيين موجودة الآن في اليمن. يعني هناك أيضا نقص في الكواشف الإخبارية، في الأدوية التخدير، وطبعا هذا يحد من الخدمات الصحية المنقذة للحياة. وأيضا علاوة على ذلك الأدوية الموجودة حاليا أسعارها أصبحت تفوق قدرة المواطنين العاديين من شرائها. نعم، تفضلي سيدة نتالي. نعم، وطبعا يعني هذا الوضع الذي يعاني منه أو يعاني القطاع الصحي هو طبعا من جراء الحرب، إذ أثرت يعني بشكل كبير على توفير هذه الرعاية الصحية. ونرى أيضا في اليمن طبعا هناك تهالك للبنية التحتية، شبكات المياه، الصرف الصحي، وبسبب ذلك فقد ظهرت أمراض معدية كان يمكن يعني تفاديها، مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة التي الآن هي موجودة باليمن. يعني نحن في المراكز التي نحن ندعمها حتى اليوم سجلنا أكثر من 65 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا. أيضا الأسباب أيضا هو أن المنشآت الطبية قد تم الاعتداء عليها، يعني أكثر من 165 مركز صحي وسيارة إسعاف ومسعفين منذ بداية 2015 قد تم الاعتداء عليها. نحن في 2018 تم إبلاغنا عن تقريبا 16 حالة اعتداء على مراكز صحية وطواقم إسعاف، وفي 2019 وحتى أغسطس رصدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8 اعتداءات. وطبعا كل هذه العوامل تؤدي إلى افتقار السكان اليمنيين إلى الرعاية الصحية. ولأعطيك رقم، 19.7 مليون شخص في اليمن اليوم يفتقرون للرعاية الصحية. نعم، لكن سيدة نتالي، يعني مما لا شك فيه أن هناك تدهور واضح في القطاع الصحي في اليمن، لكن إذا ما تساءلنا وأنتم كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، كيف تجدون هذا التراجع؟ هل يعني الانهيار الحاصل يعني مستقر في حدود معينة، أم ما زال يعني الانهيار يذهب إلى ما هو أبعد؟ طبعا الأوضاع سيئة جدا في اليمن، ونحن نتكلم اليوم عن أكبر كارثة إنسانية في العالم. فنحن نرى أن الأوضاع يعني الآن كارثية ولا نرى في الأفق تحسن. نعم، طيب يعني كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، هل لديكم خطط يعني لتجاوز هذا الانهيار الحاصل ومعالجة ما يمكن معالجته؟ نحن اليوم في اليمن لدينا ندعم 9 مستشفيات إحالة في جميع أنحاء اليمن، 24 مركزا للرعاية الصحية الأولية. هناك نحن ندعم مستشفيان جراحيان في داجل وصعدة، وأربع مغاسل مراكز لغسيل الكلى في مناطق يعني مناطق عدة من اليمن. ولأن طبعا هناك صراع وهناك جرحى من الحرب، حتى اليوم عالجنا أكثر من 21500 جريح حرب، وقمنا بأكثر من 9350 عملية جراحية في المستشفيات التي ندعمها. ولكن طبعا يعني نحن نقوم بهذا الدعم، ولكن الاحتياج يفوق قدرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمات إنسانية. نعم، لأن الاحتياج كبير جدا. يعني اليوم تتكلم عن 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ولا يمكن لأي منظمة إنسانية أن 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 تقوم بتغطية كل هذا الطلب. يعني ما اليمن بحاجة إليه اليوم هو قرارات سياسية
تنهي هذا الصراع، تقدم حلول طويلة الأمد لكي يستطيع اليمنيين إعادة بناء حياتهم. نعم، إذن تكرمي بالبقاء معي سيدة ناتالي، وأعود لضيفي نائب مدير مكتب الصحة في تعز السيد عبد الله القياضي. يعني سيد عبد الله، إذا ما أتينا بالحديث عن دور الحكومة والمنظمات الدولية، هل وجدتم هناك دور للحكومة والمنظمات لمعالجة هذا الانهيار الحاصل في القطاع الصحي؟ طبعا بالنسبة للجانب الحكومي، تعرف بأن الآن كل التدخلات التي تمت معظمها يعني تدخلات تابعة من قبل المنظمات الداعمة. الدور الحكومة هو دور عملية متابعة وتقديم الخطط والاحتياجات مع التنسيق وتسهيل مهام المنظمات العاملة. نعم. أيضا في مسألة دفع رواتب الموظفين، النفقات التشغيلية لل50% الموجودة للمرافق الصحية من النفقات التي كانت تقدمها في يعني سابقا قبل الحرب. نعم، وبالنسبة للمنظمات؟ طبعا كل الدعم يعني أكثر، يعني دعم تقع منظمة اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، برنامج الغذاء العالمي، الهجرة الدولية، منظمة رعاية الأطفال، الصليب الأحمر الدولي، الاتحاد الأوروبي، صندوق الأمم المتحدة للسكان. هؤلاء هم يعني من ساعد محافظة تعز نتيجة التعرض لحصار ظالم، ولا زال إلى الآن هم يعني من تم تقديم لهم، بالإضافة إلى العديد من المنظمات التي هي شريكة معنا في التنمية الصحية. نعم، يعني هذه القائمة جميعها التي ذكرتها، هذه القائمة من المنظمات والجهات التي ذكرتها، وبالتالي ما زال الانهيار حاصل. طبعا، لأنه يعني إطالة مدى الحرب، كلما زاد إطالة مدى الحرب كلما زادت المعاناة، يعني كل سنة يزداد معاناة المواطن، معاناة السكان، سواء في الجانب الصحي وفي الجانب الغذائي. فهذا يعني بقاء الحرب أو استمراره يمثل كارثة كبيرة جدا، لن تستطيع معها المنظمات الدولية إنقاذ ما تبقى من وضع كارثي، سيكون هناك أوضاع وأبشع. نعم، لكن ما تقدمه هذه المنظمات هل يعتبر بالشيء المعقول الذي يعني يأتي مقارنة بمكانة هذه المنظمات؟ طبعا هو لا يفي بالغرض، وانت لا زلت او سمعنا يعني المثلات عن الصليب الاحمر تتحدث عن تقرير في موضوع ما يخصها من عمليه تدخل وارقام وبيانات ونسب ومؤشرات، لكن ايضا تقع انه لدى منظمه اليونيسف او المنظمات الامميه التابعه للامم المتحده الاحصائيات التي تستطيع من خلاله ان تقيس مدى التقدم الذي حصل، ومدى يعني الكارثه التي او الوضع الذي وصلنا اليه. نعم، اذا وضحت الصوره. اشكرك جزيلا نائب مدير مكتب الصحه في تعز السيد عبد الله القياضي، واعود لضيفتنا من صنعاء ناتالي بكداش المتحدثه باسم اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. سيده ناتالي، يعني لو تحدثنا عن اهم المعوقات التي تواجه اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في جميع المحافظات اليمنيه. نعم، طبعا هناك تحديات لدينا، تحديات ميدانية، تحديات أمنية، تحدي من قدرتنا على الوصول إلى جميع المناطق التي نرغب بالعمل فيها، ولكن نحن بعملنا نقوم بالتنسيق مع جميع أطراف النزاع دائما لضمان حصولنا على ضمانات أمنية ضرورية تمكن فرقنا من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين من النزاع في جميع المناطق. بس بالإضافة لذلك، طبعا الصراع لا يزال قائم، هناك العديد من خطوط التماس، هناك وجود ألغام، وكل هذا يجعل الوضع يعني أكثر صعوبة للوصول للمدنيين الذين هم أكثر تضررا وأكثر احتياجا. لذلك نحن دائما نناشد جميع أطراف النزاع أن يسهلوا عملنا الإنساني، حيث أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة حيادية غير منحازة، هدفها فقط الوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة لتخفيف من معاناتها عبر تقديم المعونات اللازمة.
نعم، إذن وضحت الصورة سيدة نتالي بكداش المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من صنعاء. وإذن يعني نرحب الآن بالدكتور وليد الوتيري المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للتنمية الصحية. دكتور وليد سينضم إلينا من تعز. دكتور وليد مساء الخير. مساء النور، راح نتكلم. أهلا بك دكتور. يعني باعتقادك لماذا يعني رغم الجهود المبذولة إلا أن القطاع الصحي لا يزال يعيش في تدهور متواصل، ما هي الأسباب؟ كلا صلاة السلام على رسول الله. أنا أحيي قناة بلقيس العالمية على هذه الفيديو التي يبدون هذا، خصوصا في هذه الأيام التي الوضع الصحي في تعز في غاية التردي. أنا الآن أنتظر اتصالكم وأتفاجأ بخبر أن ابنتي الصغيرة إيلان أصعبوها إلى المستشفى. يعني بالنسبة للوضع الصحي في تعز، الجهود التي تبذل حاليا لا تكاد تكون كافية لمواكبة هذه الكوارث التي يعاني منها أبناء المجتمع في تعز وكغيرهم من أبناء المحافظات اليمنية. الوضع الصحي، المنظومة الصحية متدهورة منذ ما قبل هذه الحرب الظالمة. وأيضا جاءت هذه الحرب والحصار وإن يعني غياب دور المؤسسات نتيجة انهيار المؤسسات الصحية والمؤسسات ذات العلاقة اللي هي المؤسسات المعززة للصحة مثل النظافة والتحسين والمياه وكل المؤسسات في حالة انهيار تام، ولا توجد حتى في المناطق التي تحت سيطرة ما يسمى بالشرعية لا يوجد يعني أي جهود نلاحظها من أي جهات لاستتباب وعودة المؤسسات بشكل فاعل وبشكل يعني جيد. بالإضافة إلى أنه كما تفضل سابقا المنظومة الصحية في اليمن في حالة انهيار تام. هي يعني كما أشرت هنا دكتور وليد، يعني كما أشرت هنا بأنه بالفعل يعني المنظومة الصحية هي تعاني من انهيار منذ ما قبل الحرب، ولكن يعني مع هذا الانهيار يعني نجد هناك انتشار للكوليرا في فترة من الفترات وتحديدا في تعز لو أخذناها على وجه التحديد، وأيضا الحميات تنتشر في فترة معينة، يتم السيطرة على الوضع ثم تمر فترة ويعود الأمر بوتيرة أكبر. يعني كيف نفهم هذا الأمر مع أن هناك حديث للمنظمات الدولية وللجانب الحكومي بأن الدعم للقطاع الصحي يتم بشكل متواصل؟ يعني كيف نفهم هذا يعني مبدأ السيطرة ويعني فقدان السيطرة بنفس الوقت على الحميات والكوليرا؟ والله يا أخي الحبيب، هناك جهود تبذلها المنظمات الدولية، ولا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هناك جهود تبذلها المنظمات الدولية وجهود أيضا متواضعة تبذلها الجهات الحكومية، وهذا لا يخفى على أحد. لكن هذه الجهود لا ترتقي لأن تواكب ما يتعرض له المجتمع اليمني من كوارث نتيجة استمرار هذه الحرب واستمرار مأساة الحرب التي جلبت أي مجتمع في أي دولة فيها كوارث وحروب وصراعات تنتشر فيها الأمراض والأوبئة. ونحن في اليمن انتشرت هذه الأمراض والأوبئة بشكل كبير أثناء ما بعد الحرب. هذا نتيجة أولاً أنه هناك ضعف في الكادر وفي الكادر المتخصص الذي يعمل على حل هذه المشكلات الصحية. أيضاً نزوح وهجرة خصوصاً هنا في محافظة تعز، أكثر من 70% من الكادر الصحي خرج خارج المحافظة ولم يعودوا، ومن هنا ومن على منبر قناة بلقيس أناشد الجميع، أناشد كافة الزملاء الكادر الصحي الذين غادروا محافظة تعز عليهم أن يعودوا إلى محافظة تعز
الرواتب التي كان يتحقق بها البعض عادت، ولكنهم لم يعودوا، والبعض يستلم الرواتب وهو في يعمل في القطاع الخاص في محافظات اخرى، ويعمل او يعمل مع منظمات اخرى في منظمات في محافظات اخرى. اناشد الجميع الزملاء في القطاع الصحي او الكادر الاخوه الزملاء في كذا ان يعودوا الى فعل، تعز بحاجه لجهودكم. هذا من ناحيه، ايضا لا توجد رقابه. في اخر تقرير نشر قبل يومين في الولايات المتحده التي تعتبر الدوله الاولى في العالم، هناك 15 يعني او امريكي يموت كل 15 دقيقه نتيجه الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيويه. ومن على منبر قناه عبد القيس انا اناشد الاقوى اصحاب وملاك الصيدليات ان يتقوا الله سبحانه وتعالى. اي واحد ياتي مصاب بزكام او اي يعني مرض خفيف جدا يقوم على اساس يتربح، يقوم على طول يصرف له يعني مضادات حيويه ومسكنات ومهدئات مما يؤدي الى انهيار المناعه لدى هؤلاء المريض. يعني المنظومه الصحيه متهالكه. ايضا هناك اشخاص غير متخصصين يعملون في اقسام المختبرات، يعملون في الصيدليات، يعملون في العيادات الخاصه، ناس غير مؤهلين. ايضا حتى الناس اللي عندهم شهاده الطب في تقدم وتحسن مستمر، وهناك تدريب وتاهيل للكوادر الصحيه. نحن في اليمن نفتقد لاي نوع من انواع التاهيل والتدريب المستمر اثناء وجودنا. ايضا لا توجد معايير لشغل الوظائف في المجال الصحي، لا توجد معايير. مجلس الاقتصاد الطبي لا يعني من يعالج اطفالنا الان ويعالجونا يفتقدوا لانفس القومات انه يكون طبيب. انا اتكلم معك الان يا اخي بصرخه شديده، انا طفلتي عامين الان وانا انتظر المكالمه، ياتي لي يعني مكالمه اخرى يخبروني بانها تميت عامين المستشفى. إذا كان الله في عونكم، ونشكرك جزيل الشكر دكتور وليد الوتيري المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للتنمية الصحية، كنت معنا من تعز، شكرا لك. ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا، أشكر جميع ضيوفي في هذه الحلقة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.